اليوم وقعت الطبعة الثانية من ديوان سفرجل، هو ديوان الشاعر الإماراتي راشد الخضر، وهو يضم أشعاره النبطية. الطبعة الأولى فرقت عنها الطبعة الثانية في أن الطبعة الجديدة ضمت 22 نص جديد غير منشورين من قبل للشاعر راشد الخضر، إضافة إلى شرح تام لكل القصائد لمفرداتها، وإعادة تبويب الديوان والقصائد بصورة جديدة. أكاديمية الشعر تشارك بجناح مستقل مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي تحت مظلتها، والحمد لله السنة مشاركتنا كبيرة ب 25 إصدار، منهن إصدارات حديثة ومنهن طبعات جديدة لإصدارات قديمة وسابقة، والحمد لله الإقبال على الجناح كبير من أول يوم من أيام المعرض. مشاركتنا في المهرجان هذه السنة السابعة وضرورية جدا، يعني تواجدنا مهم لأسباب عديدة، منها أن نحن في معرض الكتاب نوصل لقدر كبير جدا من المتابعين والجمهور، من مو بس من الإمارات، من الدول الخليجية والدول العربية، وأيضا تواصل مع وسائل الإعلام والتغطيات اللي تكون موجودة من مختلف وسائل الإعلام على الإصدارات وعلى الفعاليات كبيرة جدا. فمثل هذه المشاركة أنا أراها أنها تساهم في إكمال المشهد الثقافي ومشهد الفعاليات، يعني في إمارة أبوظبي متواجدين مع إخواننا في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وكلنا يعني نعمل نسعى جاهدين لتقديم أفضل صورة عن الحركة الثقافية والحراك الثقافي في إمارة أبوظبي، خاصة في إطار الحرص الكبير من قبل القائمين في الإمارة على القراءة والاهتمام بالقراءة ودعم المثقفين والكتاب والنشر، حركة النشر في الإمارات.